جينا باش نكونوا صريحين كما قلنا من اجل نحسن نقطه على الاقل سوء الحظ يعني مرات اخرى تشوفوا يعني الظروف المعاكسه عندنا تستمر يعني واحد المده هذه بالنسبه لنا كان لازم كذلك نحاربوا العياء لانه دي سادس مباراه في ظرف 20 يوم انه شيء صعب بالنسبه للمجموعه المحدوده اللي عندنا تاع اللاعبين ولكن مرات اخرى هذه النتيجه كان بدنا يكون الانتصار باش نهديو المكتب المسير والجمهور ديالنا اللي ساندنا هذا الاسبوع يعني رغم النتائج المخيبه ولكن كما قلنا كنا مرينا بظروف صعيبه عندها اسباب ديالها منها تراكم المباريات وكذلك منها الويكل المفروض عندنا فريق المغرب التطواني فريق جيد منذ بدايه الموسم الصراحه حتى هو كذلك ما تيسعفوش الحظ نتمنى له حظ موفق في قادم المباريات ان شاء الله وشكرا.